السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناتنا. كما كنا نشرنا معكم متابعينا الكرام على قناتنا فيديو يعود لفيصل الفجر، وما كنتش متأكد مزيان واش الفيديو قديم ولا جديد، حيت فاش شفت الفيديو كيتداولوا عدة نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تقول بأن فيصل الفجر نشر فيديو على صفحته الرسمية وهو يرقص هو وصديقه نبيل درار على أغنية باي باي. دخلت للصفحة الرسمية كاملين ديال فيصل الفجر بما في ذلك انستغرام تويتر فيسبوك، وتلاقيت بأنه ما نشر حتى شي حاجة جديدة، وداك الشيء قلت لي ما عرفتش واش الفيديو قديم ولا جديد. لكن بعد تبين بأن فيصل فجر فعلا شر الفيديو على خاصية ستوري وقام بحذفه مباشرة بعدما تلقى تعليقات سيئة عند المتابعين. جمال الصطيفي نشر على حسابه الخاص تدوينة وأرفقها بالمقطع ديال فيصل فجر ليرقص فيه هو وصديقه على أغنية باي باي في إشارة واضحة لعبد الرزاق حمد الله. ندوزو أشقل جمال الصطيفي في تدوينته. الستوري الذي نشره فيصل فجر لاعب المنتخب الوطني وهو يردد رفقة زميله نبيل درار كلمة باي باي في إشارة إلى عبد الرزاق حمد الله مهاجم المنتخب الوطني الذي غادر تجمع الأسود، دليل آخر على ما قلناه أمس وأن هناك مجموعة نافذة تعتقد أن المنتخب الوطني ملك لها وليس لغيرها، وأنه لا يدخل إلى المجموعة إلا من يرضون عنه. الستوري الذي قام فجر بحذفه بعد ذلك رسالة سيئة وعنوان فوضى، وأن لا كلمة تعلو في المنتخب الوطني على كلمة مغاربة فرنسا في المنتخب الوطني. المنتخب الوطني في حاجة بعد الكان إلى ترتيب للمشهد أيا كانت النتيجة. هاد التدوينة اللي نشرها جمال الصطيفي نالت الإعجاب ديال المتابعين ديالو، شي 6400 إعجاب وشي 3800 تعليق وأكثر من 2300 بارتاج. كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدوزي. إذا كانت هذه أول زيارة لكم لقناتنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، كما لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وأن تشاركونا باقتراحاتكم وآرائكم في قسم التعليقات. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى أن نلقاكم مع خبر جديد، إلى اللقاء.